فورتي فيرس حديث فورتي تراجع الهدف الآية الأولى لأن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله فشاء إلى أن تتقوا منهم تقيا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير دعوى المؤمنين يتركون المؤمنين واجعلوا الكفار كأصدقاء من يفعل ذلك لا يوجد شيء علامة تساوي مساعدة منه إذا كان هناك خطر قد يأتي منهم سيأمركم الله بأن تخافوا من ذات الحقيقية وأخيرا هو فقط موافقته 10 آيات الآية 11 واشرحوا هدع المؤمنين يتركون المؤمنين ولا يدفعون الكفار إلى الأولياء 12 لا يجب أن يكون المؤمنون مؤمنين بالكافرين بطريقة من شأنها الخلط بين لعنة الإيمان بالعنة وإلحاق الأذى بالمؤمنين الآن أو في المستقبل لديهم 4 روايات في هذا الحديث 1 حقاق بن عمير من اليهود 5 بن عبد الحق قيس بن زيد جاء سرا إلى بعض الأنصار أرادوا وضع أشياء سيئة في رؤوسهم وكسر دينهم أو صرفاع بن منذر وعبد الرحمن بن كوبار وسعيد بن هيثم راضي الله أنهم هؤلاء المسلمين بتجنبهم ولم يستمعوا عندئذ نزلت هذه الآية 2 بعض المسلمين مثل حطيب بن أبي بلطية كانوا يجتمعون سرا مع الكفار في مكة نهى الله تعالى عن ذلك 3 كان رئيس المنافقين عبد الله بن بي وموظفيه ودودين مع يهوذا والمشركين وكانوا يخبرونهم وهم يثرثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 في هذه الآية يقوم ابن عباس بتفسير الحكم بأنه قد يتم تجنبك بسبب الخطر الذي قد يأتي منها 14 هذا لأن قلبه مليء بالإيمان وهو يتكلم بكلمة الشتائم بلسانه ويتحرر من التعذيب والموت ومن يفعل ذلك لا ينقذ حياته ولا يتحمل مسؤولية خطيئته تمت أزالته في تلك اللحظة 15 ويوضح ابن كثير الرخصة في هذا الصدد على النحو التالي في بعض الأماكن والأوقات قد يتصرف أولئك الذين يخشون شر المنكرين بطريقة تحمي أنفسهم من حيث المظهر وليس من قلوبهم وقلوبهم 16 كما جاء في الآية أدنى قصد المؤمن أكثر فاعلية من الفعل لأن العمل المنجز يتوافق مع العبادة فقط بقصد الله وحده يعلم من لديه نية هنا بدلا من عبادة الموامياء ليس فقط عبادته الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الأفعال قائمة على النوايا وهناك ما ينوي الجميع 17 الحديث في ورود 18 والوصف طلقة واحدة هرتز يشرح عمر رع 19 قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم الأفعال حسب النوايا هناك ما ينوي على الجميع فمن هاجر إلى الله ورسوله هجرته الله ورسوله إلى عالم أو امرأة للزواج هاجرتها هي ما هاجرت 20 فيما يتعلق بهذا الحديث يمكن العثور على التفسير التالي في بعض المصادر عندما هاجر رسول الله إلى المدينة المنورة غادر المسلمون مكة من الناس الذين هاجروا بالطباع أمر رسول الله امرأة تدعى أم قيس الرجل الذي يفكر في الزواج بهذا عندما تقول المرأة إذا لم تهاجر فلن أتزوجك يهاجر ليتزوج هو يتزوج في المدينة في حين هاجر الجميع بموافقة الله ورسوله أطلق على الرجل لقب ميوحصر تموكيز بمعنى مهاجر أم قيس لأن نية هذا الشخص الذي هاجر إلى أم قيس معروف للجميع على الرغم من أنه لم يذكر في سرد أن رسول الله أعلن الحديث في هذا الحادث لكن العبارة الأخيرة تسببت في التواصل في العقول 21 بعد هذه المقدمة دعونا نحاول شرح أهمية النية ومكانتها في الإسلام 2 النية المثابرة النية الإرادة الراسخة القلب يعرف شيئاً مصطلح فقه بمعنى أن قلبك يقرر شيئاً ويعرف لماذا يتم ذلك صيغة الجمع هي نيات علاقات النية والعبادة بحسب الحنفية وفي رواية بحسب الإمام مالك النية في الوضوء والغسل ليست فرضا بل سنة دليل أثبات في الوضوء يا أيها المؤمن
غسل يديك بوجهك ومرفقيك عندما تذهب للصلاة، ثبت رأسك، بكلان كعبيك، وغسل قدميك. 22. تم تحديد 4 وفرة من الوضوء ولم تذكر نية. النية غير مذكورة في الأحاديث. من ناحية أخرى، في ظروف أخرى للصلاة مثل نكلس تنتحرت وستراي أفرت، تمت مقارنتها بغياب نية. الإمام الشافعي أحمد به، وبحسب الإمام مالك في حنظل ورأي آخر، النية في الوضوء واجبة. دليل أثبات مع الأحاديث حسب النوايا يقارن الحديث والصلاة والعمة مع افتراض النية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وقوع المخالفات أثناء العبادة وأمر الوضوء لصلاة هي أدلة تقوم عليها. 23. نيتي واجبة في وضوئي. بما أنه نوع جديد من التنظيف يأخذ مكان الوضوء، فهو غير صالح بدون قصد. طبقا للإمام ظافر، خالتي ليست بالفرض. 24. النية في الصلاة من شروط الصلاة وتتألف من الرغبة في الصلاة مع مخالفة الله ومعرفة الصلاة التي يؤديها، والهدف هو فصل العبادة عن العادة وحدث الخرق، وهذا يتطلب تخصيص العبادة لله فقط. جاء الآتي في الآية: وما أمروا إلا ليعذلك، لكنهم أمروا بعبادة الله فقط بتخصيص الدين له. 25. الأعمال حسب النوايا حديث آخر دليل على أن القصد ينتمي إلى القلب، ولكن من الأنسب أن نقولها باللغة. هذا مستحب، لأن اللغة تساعد القلب. إنه مثل القول أنوي أداء واجب صلاة الظهر. يجب تحديد هذا النوع من الصلاة في نية صلاة الخلاء مثل سجود الصلاة، صلاة نذرية وصلاة العيد، ومن الضروري تحديد وقت ويوم الحادث الأول أو الأخير في صلاة الحادث، مثل القول قصدت صلاة الجمعة أو تضحية العيد اليوم بشكل عام. لا يكفي أن تنوي صلاة الفرض في صلاة نافلة، اعتزم إجراء أول أو آخر ختان من الوقت. ومع ذلك، النية المطلقة كافية في عبث، ليس من الضروري تحديد ما إذا كان هناك عدد سنك أو غير سنة أو ركعة. بالنسبة لصلاة التراويح وحدها، من الأنسب أن نقول كنت أنوي أداء صلاة التراويح أو سنة النور. من جهة أخرى، يجب أن تكون النيات مجاورة للصلاة دون المرور بصلاة مخالفات للصلاة. الأكل والشرب والتحدث غير مناسب لهذا الفصل. ومع ذلك، إذا كانت هناك صلاة عرضيات مثل الوضوء والمشي إلى صلاة الجانب الأمامي، فلا ضرر. 26. النية ضروريات في جميع أصنافها، سواء الصيام أو الفرض أو الحوادث أو العقيمة. من أجل فصل العبادة عن العادة، النية مطلوبة في الصوم وكذلك في الصلاة. إذا كان الصوم دين اختلاس يجب تحديده وتحديده في الليل، مثل حادثة صيام رمضان وحادث الصيام الفاسد وصوم الصيام. من الضروري أن يتم هذا القصد في الليل أو في بداية الفجر الثاني على أبعد تقدير، لأنه لا يوجد يوم يحدده الإسلام لهذه الصيام، لذلك يجب عليه تحديد ذلك بقصد الصائم. من ناحية أخرى، حقيقة أن مثل هذا الصيام قد تقرر في المساء أو إزالة السحور لهذا الغرض هو أيضا نية. بعض الصيام ليس من الضروري أن تكون متعمدا في الليل، صيام رمضان، صيام التصويت المحدد زمنيا، كل صيام عقيم من هذا النوع. قد يكون القصد من هذه الصيام من غروب الشمس في المساء حتى اليوم التالي قبل منتصف النهار، ولكن لا يقصد الصيام قبل غروب الشمس أو في وقت الاستقالة الكاملة أو حتى بعد الظهر. وفي هذا الصدد لا فرق بين المقيم والراكب أو المريض والشخص السليم. هرتز النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد هرتز قال لعائشة: هل تناولت الغداء معك هرتز؟ هي ست. وعندما أجاب لقال الرسول الله: فأنا صائم. وبحسب الملكية، لابد من وجود نوايا بين غروب الشمس وفجر الفجر لتكون صالحة لجميع أنواع الصيام. وفقا للشافعي، قد يكون القصد من الصوم إلى الجميع هو الصوم غير المجدي، لابد من الصوم في الليل. 29. يظهر تأثير نية على الحج في تحديد نوع الحج. ينوي الحج أي إفراد أو تيميت أو كيران عند الدخول في الإحرام.
إذا قصد الحج في دخول الإحرام يكفي أداء الحج دون العمرة، ويستمر الإحرام حتى جهاد العقبة. بعد جماعة العقبة يذبح إذا شاء، ثم يحلق ويخرج من الإحرام. إذا كان العائد على الحج، وهو نوع من الحج، يتم بدخول الإحرام بنية العمرة في أشهر الحج ثم ترك الإحرام بعد العمرة، ثم دخول الإحرام مرة أخرى. بعد أداء العمرة في موسم الحج نفسه، يسمى الحج بدون خروج الإحرام الحج القرآنية. وبفضل أولئك الذين يقومون بالعائد وحج القرآن، سيكون من الشائع قد تعد ضحية. 30. النية مهمة أيضا في عبادة الأضحية، لأنه إذا تم ذبح بعض الحيوانات لتوزيعها على الفقراء فقط في يوم العيد، فلا يمكن الحصول على مكافأة خيرية إلا إذا كانت هناك نية الضحية. البسملة مهجورة عمدا ويحضر أكل اللحوم أو إطعامها للفقراء إذا ذبح الحيوان. في الضحية ليس اللحم أو الجلد الذي يصل إلى الله تعالى، القصد هو انتهاك وتعزيز. جاء في القرآن ما يلي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، لا يصل لحمهم ولا دمهم إلى الله أبدا، ولكن التقوى فقط تصل إليه. 31. القصد هو ضرورة ذبيحة من أجل فصلها عن ذبح الحيوانات. الدليل على هذا الموضوع يعود مرة أخرى إلى نوايا الحديث. 32. يجب على أي شخص سيصنع عبادة أن ينوي ذلك. العقيدة المتحدة.